مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي الذي نستهله بأبرز العناوين. الاحتفال بتخريج الفوج 21 لطلبة اللاتين في الفحيص. رئيس أساقفة البصرة وجنوب العراق يترأس قداساً إلهياً لرعية الكلدان في الأردن. اختتام فعاليات مؤتمر القانون الكنسي في البحر الميت. أهلاً بكم. مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أوقد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في الساحة الرئيسية لمدينة جرش الأثرية شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون إذاناً بانطلاق فعاليات دورته 32 لهذا العام. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان عقل بلتاجي أن مهرجان جرش الذي تستمر فعالياته حتى 30 من هذا الشهر ستشارك به نخبة متميزة من الفنانين الأردنيين والعرب. على صعيد متصل، ستنطلق فعاليات مهرجان الفحيص في دورته 26 يوم 2 من شهر آب المقبل، والذي يقيمه نادي شباب الفحيص سنوياً تحت شعار الأردن تاريخ وحضارة، والذي يحمل هذا العام رسالة وفكرا وثقافة وطنية. برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، احتفلت المدرسة البطريركية اللاتينية في الفحيص بتخريج الفوج 21 من طلبتها بحضور شخصيات رسمية ومحلية وكنسية. المزيد في التقرير التالي. رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن حفلة تخريج الفوج 21 من طلبة مدرسة لاتين الفحيص الثانوية، حيث كان في استقبال سموها مدير عام المدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب الدكتور أشرف النمري، والآباء الكهنة من الكنائس الرسولية، ووجهاء ومسؤولو المدينة، وشخصيات نيابية ورسمية وعامة. في كلمة لمدير عام المدرسة سهيل خوري، رحب فيها بسمو الأميرة وبرعايتها الكريمة وبجميع الذين شاركوا الطلبة وأهاليهم فرحة التخرج، شاكرا أسرة مدرسة لاتين الفحيص على جهودهم التي يقدمونها للطلبة خلال العام الدراسي، داعيا الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم، فهم الآن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب شابات وشبابا واعين ومثقفين قادرين على خدمة وطنهم. وقدمت عارفة الحفل أدريانا عكروش قصيدة شعرية معبرة فيها عن أعمق معاني الفخر والاعتزاز بالطلبة. هذا الوطن يا أخوي ما نخونه، هذا الوطن للي يقصد ما خيب ظنونه، ونطالوا حيف ظلم نموت من دونه، ونطالوا معوى الهدم نحميه ونصونه، ونطالوا معوى الهدم نحميه ونصونه. واشتمل حفل التخريج الذي حضره عدد من الأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة وجموعا من المدعوين على فقرات فنية وغنائية ورقصات شعبية قام بأدائها الخريجون الجدد بالتشارك مع خريجي المدرسة السابقين. كما ألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات عبروا فيها عن شكرهم لذويهم ولمدرستهم بإدارتها ومعلميها على جهودهم التي قدموها لهم من أجل أن يحصدوا ثمار تعبهم ويصبحوا قادة في مستقبلهم.
وفي ختام الاحتفال سلمت سموها الشهادات للطلبة الخريجين، بالإضافة إلى منح الطلبة المتفوقين جائزة المرحومة منال جمو مخامرة للتميز الموسيقي والفني، مهنئة إياهم لما وصلوا إليه بإنهائهم المرحلة الثانوية ليبدأوا مرحلة جديدة من بناء مستقبلهم. كما قدمت سموها دروعاً تقديرية لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة والداعمين للمسيرة التربوية فيها، وتم خلال حفل الختام تقديم درع تكريمي لسمو الأميرة سمية عرفاناً وشكراً لرعايتها الكريمة لهذا الحفل. أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال لفرير بعمان قداس إلهي لرعية الكلدان في الأردن، ترأسه رئيس الأساقفة للبصرة وجنوب العراق المطران حبيب هرمز، بمعاونة عدد من الآباء الكهنة المشاركين في مؤتمر القانون الكنسي لقضاة المحاكم الكنسية الذي اختتم مؤخرا في منطقة البحر الميت، وبحضور عدد من الراهبات وجموع من المؤمنين. واعتبر رئيس الأساقفة المطران حبيب هرمز خلال عظته أن هذا اللقاء الإيماني يعد مناسبة طيبة للتعبير عن التضامن مع الإخوة المهجرين العراقيين من أجل أن يكون الجميع قريبين من المتألمين الذين يعانون قسوة التهجير. نلاحظ أنه بدلاً من أن تحمل العديد من العائلات بشارة المسيح للعالم، نراها تستقبل بشارة العالم بما لا يتوافق مع وصايا الرب. نؤمن أن الله محبة، ونحن نعاني من تحديات فهم معنى الحب الزوجي والعائلي، وكيف يتلمس الآباء والأمهات حقيقة العلاقة وشروطها، وكيف نتوخى العدل في أحكامنا الشخصية. ولأن عائلاتنا تمثل الكنيسة عروس المسيح، فمن الأولى الانتباه إلى عقائدنا الكنسية أيضاً. أخواتي إخوتي، إن خلاصنا ليس فقط بإعلان قانون الإيمان أو القول نعم، ولكن بالأمانة التي تتطلب الصبر والتواضع وروح الرحمة. لذلك لدينا الدعوة اليوم أن نكون شهود لحب الله أكثر من وقت مضى، وللإنجيل وللبشرى السارة ولعظمة العائلة المسيحية بفضل حضور المسيح في سر الزواج، لنجعل من الإنجيل جواباً لاختباراتنا العائلية والكنسية، ولتكن كلمة الإنجيل هي مرجعيتنا دائماً، وأن يكون سر المسيح مركز حياتنا. ودمتم في بركة الرب. سلام 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 في قلبي سلام عظيم. بعد اختتام فعاليات مؤتمر القانون الكنسي أقيم في كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام قداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بير باتيسيا باتسبالا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بير باتيسيا باتسبالا القداس الإلهي في كنيسة شهداء الأردن بمنطقة مرج الحمام بعمان،
بمناسبة اختتام مؤتمر القانون الكنسي الإقليمي السادس الذي عقد في منطقة البحر الميت بمشاركة أساقفة ومحامين وقضاة كنسيين في البطريركية اللاتينية في الأردن ومن البلدان العربية. وفي بداية القداس قدم الأب الدكتور حنا كلداني راعي الكنيسة كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا فيها أن المحاكم هي مساكن إقرار الرحمة والبت بالحكمة. الحق الحق أقول لكم، هذه الكلمة الكريمة رددها مرارا السيد المسيح في العهد الجديد، رددها للإنسانية وللتلاميذ، واليوم يرددها لمحاكمنا الكنسية، لقضاتنا ولمحامينا، وللآباء والأساقف الأجلاء المسؤولين عن المحاكم. علنا في هذه المحاكم الكنسية نجسد الحق، ولكن مع الحق نجسد الرحمة والعطف التي تكلم عنها قداسة البابا فرانسيس في رسالته البابوية الأخيرة. المؤتمر الكنسي السادس هو جهد عظيم وجهد تراكمي في الدراسات القانونية والقضائية، لعلها تفيدنا وتفيد جميع المؤمنين كي تتحول هذه المحاكم إلى أماكن رحمة وعطف. وأشار المطران الشوملي خلال عظة القداس إلى مثل الحقل والزوان في الكتاب المقدس، مبيناً أن الشر موجود في العالم وعلينا مواجهته، لافتاً لمبدأين في عمل الله، أولها أن الله عادل وليس ضعفاً منه أنه صبور، والمبدأ الثاني أن الله رحيم. العبرة الأخيرة التي نأخذها من مثل الزؤان هي أن الله عادل لكنها أيضاً صبور رحيم، لا يريد موت الخاطئ بل توبته، وهو يصنع هذه المعجزة على المستوى الفائق للطبيعة، يسمح بأن يتحول الزؤان إلى قمح. آمين. وفي ختام القداس منح رئيس الأساقفة بيير باتيستيا بيتسبالا الشهادات للمحامين والقضاة الكنسيين المشاركين في المؤتمر. ويشار أن مؤتمر القانون الكنسي السنوي السادس جاء بالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية بروما حول عيوب الرضا الزوجي في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية وفقاً للبراءة البابوية. ترأس البطريرك فؤاد طوال القداس الإلهي الاحتفالي بعيد راهبات بنات القديسة حنة، والذي أحيته جوقة كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بمعاونة راعي الكنيسة الأب علاء مشربش وعدد من الشمامسة وحضور جموع من المؤمنين. وفي بداية القداس تحدث الأب مشربش عن تاريخ تأسيس رهبنة بنات القديسة حنة والخدمات التي تقدمها في كافة أنحاء العالم، مقدما شكره الخاص للراهبات لما يقدمن للكنيسة والرعية من خدمة ورعاية بكل حب وتفان. اليوم منصلي مع الراهبات ومنصلي من أجلهم لحتى الرب يعطيهم القوة ليكملوا الخدمة اللي طلبتها الأم السماوية من المؤسسة، ونصلي أيضا من أجل الدعوات في الرهبنة حتى الرب يزرع صوته في العديد من الفتيات ويسمعوا صوت الرب ويتبعوه في خط التكريس. نصلي اليوم معكم سيستر من أجلكم. مناسبة اليوم أيضا أمام غبطة البطريرك، نشكر الراهبات على كل التعب والخدمة والمحبة اللي بيقدموها إلنا لأبناء الرعية. لكم منا مسير كل الشكر والتقدير على كل الخدمة اللي بتأدوها في الرعية. صلاتنا اليوم من أجلكم ومحبتنا معكم أنتم أمهات الرعية، تتف اليوم الرعية حول الراهبات لحتى تصلي معكم وتصلي من أجلكم، وأنتم أيضا وأنا بعرف أكيد كل يوم بيصلي الراهبات من أجل أبناء الرعية فردا فردا لحتى روح الرب رافقنا
ويرافق حياتنا ويباركنا. وفي عظة القداس هنأ البطريرك طوال الراهبات بعيدهن قائلا: نصلي اليوم من أجل راهباتنا، فهن مثال للزرع الجيد الذي ينتج ثمارا طيبة، متمنيا لهن خدمة مباركة. أهنيكم لأن كلكم أنتم قمح طيب، ثمرتوا ثمر طيب، وجودكم بهذه الكنيسة هذا المساء علامة أنه نعمة ربنا معنا جميعا. أهنئكم وأهنئ راهباتنا، أهنئكم وأهنئ التعاون مع خور الرعية. أنا بشكركم وبهنيكم، تعاونوا مع بعضنا البعض حتى كلنا نثمر ثمر طيب، وكلنا نصبح القمح الخير، القمح الجيد الذي يثمر بنعمة الله. أمين. وفي الختام قدم جموع الحاضرين في باحة الكنيسة التهاني للراهبات. القديسة حنة هي زي ما بنعرف هي والدة مريم العذراء، وهي طبعا جدة يسوع نقدر نقول. عاشت القديسة حنة في بلد اسمه صفوري في الجليل، وهناك كل اللي عملته القديسة حنة هي ربت قلب مريم العذراء لحتى انها تكون تستقبل يسوع وتستقبل المخطط الالهي. واحنا على مثال القديسة حنة وعلى مثال الباقية الفقراء الله المعروفين في الكتاب المقدس، كمان احنا مدعوين على مثال امنا القديسة حنة لحتى انه نحضر قلب كل انسان لحتى انه يقدر يستقبل يسوع في حياته. احتفلت رعية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة مرج الحمام بعمان بعيد الرعية السنوي وعيد شفيعها النبي إيليا، والذي جاء برعاية فارس القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان، وبحضور راعي الكنيسة الأب جورج شرايحة وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع المؤمنين من رعايا الكنائس في المملكة. وألقت الدكتورة السمعان كلمة أعربت فيها عن سعادتها بلقاء أبناء رعية مار الياس والأخويات من الرعايا الأخرى، كما قدمت التهنئة لرعية الكنيسة بهذه المناسبة المباركة. وقدمت السيدة أنجيل فخوري كلمة بالنيابة عن أخوية الرعية، تناولت فيها إنجازات ونشاطات الكنيسة خلال العام الماضي. كما أحيى المرنم فارس عباسي الحفل الرعوي الذي أقيم في ساحة مزار سيدة نجاة الأردن بتقديمه باقة من الترانيم الروحية المتنوعة. صلي لو ما بمل عذراء ام الكل، صلي لو ما بمل لو ما الزيت عليه ما كنت تهني، فرح جار البيت ولما بعدت الزيت، يا ريت بتضلي معنا يا عذراء، يا ريت يا ريت بتضلي معنا يا عذراء، يا ريت. أقيم في كنيسة مار ميخائيل اللاتين في بلدة الإسماكية بمحافظة الكرك حفل بمناسبة الانتهاء من تركيب أنظمة توليد وترشيد الطاقة وتوفير المياه في دير الكنيسة. حضره مدير عام مؤسسة الأرض والإنسان لدعم التنمية زياد علاونة، وممثلو الكنائس الرسولية في المحافظة، وعدد من الراهبات وجموع من أهالي البلدة. وتم خلال الاحتفال توقيع اتفاقية تسليم المشروع بين الأب بطرس حجازين ممثلاً عن البطريركية اللاتينية ومدير عام مؤسسة الأرض والإنسان زياد علاونة، والذي بدوره قدم درعاً تكريمياً وشهادات تقديرية لممثلي الكنيسة اللاتينية في الكرك لتعاونهم مع المؤسسة. هذا المشروع هو مشروع توفير الطاقة، يوفر الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية للمدرسة، للكنيسة، لدير الرهبات، ولجميع المرافق الموجودة في هذا الدير. ونخص بالشكر المؤسسات المانحة لهذا المشروع، خاصة مركز الأرض والإنسان لدعم التنمية، و
أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كوكاكولا العالمية. مستغلين هذه المناسبة لنقدم دعوة إلى أبنائنا، إلى جميع المؤمنين، أن يعيشوا حياتهم المسيحية، وهم أيضا عين على التزامهم البيئي، على التزامهم في حياتهم المعاشة باحترام كل ما يتعاملون معه في حياتهم اليومية. الأردن فيه 12,000 مبنى عام، وهذه الكنيسة كنيسة دير اللاتين في سماكية إحدى هذه المباني العامة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وأيضا تستهلك كميات كبيرة من المياه. هذا المشروع جاء لترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تم تركيب 10 كيلو وات خلايا شمسية بدأت تعتمد في إنتاج الكهرباء على هذه الخلايا، كما تم استبدال جميع اللمبات، لمبات الليد، وعددها 442 لمبة التي ستوفر حوالي 3,000 وات كهرباء باستخدامها. كذلك الأمر تم تركيب 80 قطعة توفير لاستهلاك المياه ستسهم في خفض استهلاك المياه 40%. طبعا لمبات الليد أيضا ستساهم في خفض استهلاك الطاقة 40%، إلا أن الاستهلاك الإجمالي بالخلايا والليد سيتجاوز 70% من قيمة الفاتورة، وهذا يعني خفض في الملوثات الناجمة عن استخدامات الوقود الأحفوري التقليدي اللي مستخدمة الآن والمتمثلة بغاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول المباشر عن موضوع التغير المناخي. وللأردن وقع وصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي نحن من خلال هذا المكان، الموقع العام أو المبنى العام، نساهم في التزام الأردن باتفاقية تغير المناخ، وكذلك بالتزام باتفاقية مينيماتا للتخلص التدريجي من الزئبق عندما استبدلنا اللمبات القديمة التي تحتوي على الزئبق بلمبات خالية من الزئبق السام. أقامت السفارة العراقية في عمان حفل استقبال بمناسبة تحرير مدينة الموصل من قبضة عصابة داعش الإرهابية، وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين الأردنيين وممثلي البعثات الدبلوماسية في المملكة ورؤساء الكنائس الرسولية ورجال الدين المسيحي وجموع غفيرة من المدعوين. وفي كلمتها الترحيبية قالت السفيرة العراقية في الأردن صفية سهيل إن هذا الحضور الكبير يرمز إلى الصداقة والتضامن مع العراق وشعبه وجيشه، داعية إلى نبذ الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف ليعم الأمن والسلام أرجاء الوطن العربي والعالم أجمع. حضوركم الليلة هنا يرمز إلى الصداقة والتضامن مع العراق وشعبه ومع تضحيات شعبنا العراقي باختلاف مكوناتهم وكافة قواتهم المسلحة البطلة من جميع فصائلها التي كانت لها تضحيات كبيرة في تحرير مدينة الموصل وبقية المدن ما قبل تحرير الموصل، والتي ستستكمل في إذن الله في القريب العاجل تحرير كل شبر من الأراضي العراقية. اسمحوا لي أن أختم كلمتي بالتأكيد على تضامن الشعب العراقي والعراق مع الأشقاء في فلسطين وتضامنهم مع القدس ونضال الشعب الفلسطيني والمقدسي وتضامنهم مع التطلعات والحقوق وسيادتهم على المسجد الأقصى وحقهم في تقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة. شكرا جزيلا للحضور. يعيش العراق، تعيش الأخوة العراقية الأردنية والتضامن الدولي والإنساني. حمى الله العالم من شرور داعش ومن شرور الإرهاب. ممنونين وشكرا جزيلا. طبعا احنا بنعرف انه مدينة الموصل عانت وعانى سكانها الأمرين خلال الفترة الماضية وأيضا خلال فترة التحرير، لأنها كانت حرب شعواء وهي أقرب إلى حرب عالمية بالنسبة للسكان الموجودين. نحن طبعا مسرورين لتحرير الموصل، لكن سنكون مسرورين أكثر عند إعمار الموصل وعند رجوع سكانها لكي ينعموا بالهدوء والأمن والطمأنينة في ظل عراق موحد ويعيش الطمأنينة على كل الأصعدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاحتفال بتخريج الفوج 21 لطلبة اللاتين في الفحيص. رئيس أساقفة البصرة وجنوب العراق يترأس قداساً إلهياً لرعية الكلدان في الأردن.
اختتام فعاليات مؤتمر القانون الكنسي في البحر الميت. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.